والحين مشاهدينا بنسوي وياكم ثاني طبخه في حلقتنا الاقتصاديه لليوم اللي هي البايلا، وهي تعتبر من اشهر الوصفات الغربيه، خصوصا انها فكرتها انها كانت عندهم بواقي اكل في الثلاجه، وفي نهايه الاسبوع اكتشفوا ان ثلاجتهم متروسه ففكروا شو ممكن يسوون، فظهرت لهم هاي الوصفه. لكن قبل ما ابتدي وياكم وصفتي لازم ارحب بضيفي لاعب الخفه الاماراتي معين البستكي. مرحبا بك يا معين. يا هلا يا مرحبا فيك. يسعدني ويشرفني اني اكون متواجد وياك اليوم، والوالدة عاد عقب ما كانت تشوفك دائما بروح التلفزيون بشوفنا اليوم وياك ان شاء الله، ودائما ما كانت تخلينا نطلع مطابخها، احنا امهاتنا ما يخلونا نطلع مطابخ ونطبخ شيء، بس اليوم عاد نتعلم شيء ان شاء الله ونرد البيت ونسوي لهم اكل اكيد ان شاء الله. بس بما انك انت جاي فانا ضيوفي احب اني اتعبهم شوي ويطبخون وياي. يلا تفضل. نبي بعد انت جبتي لي شيء، انا مب لابس ولا مذهب عمري يعني. منو؟ انا. انت؟ هي صح كندورتك بتتوسخ خصوصا عندي صدق؟ دهن وشي. هذه يلا شوي الحين بنراويكم شيء. انزين؟ ركبي يعني انزين؟ بركز. هي صح بتخيس لان سيدي لو وياها زيت بتخيس. كشخه شي شخاله وظهر. يلا احنا ذاهبين حق الطبخ. ذاهبين؟ توكل شو عندك؟ بس كيف سويتها؟ حق البرنامج بيني وبينك. لاعب خفة، اوكي. انزين، سامع في البايلا؟ ماكلينها شد؟ تبي توكينها على الشاشة؟ لا اسألك انت. عاد انا ما اعرف الاسامي، انا من النوع اللي اشوف الصور واختار، ماشي المنيو تفتحينه وتشوفين الصور الحلوة وتختار وتختارين. وانت ما تعرف شو اصلا. شو فيها شو هذا انا بس ما اعرف. انزين. ادور الصور بس. اوكي شوف اليوم. خبريني. شوف اليوم حلقتنا حلقة اقتصادية. انزين. يعني بناخذ أي شيء موجود في الثلاجة وبنحطه. يلا. اوكي؟ فأنت اللي بتطبخ أنا مالي علاقة. انزين. انزين خلي والدة تستانس عليك. ايش بسوي؟ حط الربيان. وين احطه؟ هي انتبه. اول مرة اول مرة في حياتك؟ في حياتي انت تطبخ ريحة الربيان. اوكي وبعدين شو بتسوي؟ خبريني. يلا بتحط هذا. انزين. معقولة ما عندك خبرات في الطبخ؟ ابد. صدق؟ صفر. بصب كامل؟ قول والله بتحطه كامل. ما اعرف خبريني انت. بس خلاص. شيء بسيط احنا دوم في الطبخ نحطه عشان نقدر. هذا شو اسوي به؟ كيلو سطحون. والله صدق دليل انك ما تعرف شيء بالمطبخ. بس انا بعلمك بخليك زوج صالح. عزيزه وغاليه. انزين. حرق عمري. لا ما في حرق عمرك، انا وياك لقاء. فعندنا بصل. اوكي. شو اكثر اكله تحبها معين؟ تبين من برا ولا لا لا بصورة عامة يعني أكلة صدق تحبها سواء أكلاتنا ولا أكلة من برا؟ أنا الأكل أحب أوفرول يعني. إيه؟ ما عندي حساسية على أكلة معينة عن أكلة معينة ثانية. بيحترق البصل. والله شو أسوي؟ أنا شو راويتك؟ ما عندي شيء. ها إذا بتحرق لي طبختي يعني أنا. بس إحنا بنسولف ولا بنسولف وبنطبخ. بنطبخ. لازم تكون عندك قدرات. بسم الله. أول مرة. مشاهدين سامحوني. لا بس مو تعلم عليه الاستاذ. زين خبرني شو بتسوي يعني شو الاكل اللي انت وايد تحبها؟ انا احب العاده ميت اللحم. لحم ما قلت لنا كان سوينا لك لحم. زين المرة الجاية ان شاء الله. زين اللحم عندي المفضل ستيك ويل دان. احب السلطات بطريقه مش معقوله يعني. اوكي هكا خارجي، ومثل ما قلت لك المنيو يبي لي منيو اشر لك عندنا نختار من المنيو. بس شي. زين ما تحب البحريات؟ احب بس انه مو بالمفضل عندي. اوكي. يعني مو بالبحريات اول اختيار عندي لو انه بسير مكان بهذا. انت خبرتيني اني الف. سوري. نص الدنيا طاحت. لا لا احنا حلقتنا اقتصاديه، انت استهلاكيه. استهلاكيه عندي. شوفوني في السيزون الثاني ان شاء الله ما يكون متعلمين احسن عندي ان شاء الله. شوف بعد شي نلف. هي زين قول لي كيف بديت مشوارك في هالمجال؟ مجال يعني العاب الخفه. الخفه انا تعلمت العاب الخفه بديت على تعلمت على يد يدي. هو كان بتعلمنا يوم من الايام قبل احنا جداتنا كانوا يسافرون الهند وايد حق التجاره. زين. فيوم انه سافر في واحده من سفراته وسار في شوارع الهند ولنا حصل جماعه شيء يسوون العاب خفه في الشارع. اوكي. شو كانوا يسوون؟ هاي يسمونهم الامريكان الفقيرز لانهم فقاره. فيسمونهم على كلمه عربيه الفقيرز يعني.
انا اعتقد اني قاعد اخبص شيء. لا بس لا بس لا ما في، اذا هذا بقول لك. اوكي خبريني. مركز وياك. فان اليدي في يوم من الايام هناك وشاف ان هاي يسوون العاب خفه وشي يسوون الاشياء اللي شوي خطره شوي، فصار عند الليدر اللي مثلا يلعبون في الـ في الـ مثلا في بالضوء وشي هالاشياء منها، ومنها مثلا يمشون على الزجاج ياكلون زجاج ومسمار يضربون مسمار في الخشب. هذا شمشون العرب. من الاشياء اللي كانوا يسوون شمشون العرب الهنود اشتهروا بالسوالف هاي. فصار عند الليدر قال تعال زقره فيالا، فقال انه بتعلم منك الاشياء. اوكي. فقال زين بعلمك بس بمبلغ معين يعني. اوكي زين. هذا بس انا قاعد الف والاستاذ خلوت اللي قاعد تسوي كل شيء. ايه ما اعرف شو المكونات. لا بس لا انت طابخ في النهايه. والله هي. اوكي. الوالد انا بودي ابي بالاكل البيت ان شاء الله. اذا فلا تطبخوا شيء في البيت اليوم. فالمهم فسار عند الليدر قال بتعلم منك. قال زين بعلمك بس انه بمبلغ نقدي معين يعني. اوكي. فمنها اتعلم، ويوم جاء كان يبغى يعلم الوالد اعمامي، فما حد منهم كان يبغى يتعلم. قالوا لا احنا ما نبغى نتعلم سوالف، ما كانوا متحمسين. فيا يوم من الايام كانت بعد نظرتهم الاوليين انها سحر. انها سحر. مش انها العاب خفه او غيرها. احنا على اخر فتره بس ان الناس قاموا يشوفون، قاموا يعرفون ان الموضوع في فرق بين السحر وفي فرق بين العاب الخفه وشي، فما قاموا يشوفونها كنظره سحر. سحر. فاحنا قمنا نعرف ان لو انك بتسوي شيء وبعدنا في ناس استل ان يشوفون الموضوع كالسحر، حتى ان في ناس انا يكتبوا لي وهذا لا ما يصير وهذا وحرام وشي. فانا اخبرهم اشرح لهم يعني، حتى انا ذكرت بوايد في مجلات وجرائد وشي ان لو ان يوم من الايام انا طلبت ان انا اشرح اللي انا اسويه، انا مستعد ان اشرح كل خدعه وشلون اسويها يعني. هو شوف عندهم دائما لانهم عندهم الالعاب لأنهم ما يصدقون أن مثلاً إنسان طبيعي ممكن أنه يسوي ويب. بس أنا أعتقد أن ألعابك وايد بسيطة، لأنك ما تعدت أنك تستعين بالجن أنهم يساعدونك، لأنهم يشوفون يقيسون بالغرب. صح. أن الغرب اللي يمشي على ماي واللي يطير، فها شيء أكيد أنهم بيشكون فيه. بس هم بعدهم ما وصلتهم الفكرة أن في فرق ما بين ألعاب الخفة اللي هي بس اللي هي خفة اليد، أني بس أخدعهم بسرعة مثلاً معينة. صحيح. وما بين أني السحر، ف بعدهم ما عندهم هالوعي. بس ان شاء الله حتى الغربيين يوم يسوون سوالف هاي يمشون على الماي، وان هذا كله تراها العاب خفه. احنا ان شاء الله سوالف هاي احنا بنسويها. انا من الاشياء اللي سويتها واشتهرت فيها ان خفيت برج خليفه ورجعت برج خليفه، والناس شافوا البرنامج في وايد من الاذاعات عندنا هاجمونا، يعني هاجمونا ان هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا هذا. فعقب فتره يعني قمت ادرس ويا الناس وعالمه هذا وخبرهم ان كل العاب بس خفة. بس معين انت ما بيكون عندك وقت انك تشرح وكيل فيها كل حد هني. بس بصل شوي الماي عن العيش باي. انا بعد اكمل هذا. كمل الله يستر على طبختنا اليوم. اوكي فمشاهدينا الحين بتلاحظون ان الفايل اللي يستخدمون فيها اللي هو العيش الامريكي مش العيش البسمتي اللي احنا متعودين عليه. وبتلاحظون هني انا ليش ما يعني ركزت وايد وياكم بالنسبه للخضروات اللي موجوده، لان اي شيء عندكم فليفلة ضيفوها، طماط عندكم، خرشوف عندكم، سوسيج عندكم، ربيان عندكم، دياي عندكم، سمك اللي تبونه ضيفوا. الحين شو شفت المكونات اللي انا حطيتها، بس في شيء انا تعمدت اني اخليه اخر شيء اللي هو السمك، فما حطيته في البدايه عشان ما ابغي وايد يتكسر. بس لو ما لقيت السمك شوف شيء ثاني موجود في الثلاجة. لا مو بشيء، ما شيء ثاني اكيد مشلول. لا شلوه. تعال نبينا نشوف سمكنا موجود ولا انشال. يبي لي لاعب خفه الله يستر علينا. لا لقيت موجود السمج. موجود لا موجود السمك والدياي عداله. وينها؟ لا داخل في الثلاجة. داخل زين. فالحين بنحط السمك. فتقريبا امس كنت انا مسويه فيليه، وهي تقريبا اللي هي تعتبر الاطراف اللي تكون في اطراف الفيليه غالبا ما نستخدمها، لان شكلها ما يكون مستوي، وحتى يعني ما يكون يعني مستوي مع سطح الفيليه. فيوم نطبخ الفيليه هاي اول جزئيه تحترق عندنا، ويتم الفيليه بعده مش مطبوخ. فقصقصتها وحطيتها في الثلاجه، فيت فكره البيله الحين بحطها فيها. يلا البيله لا تنسوها البيله سمها بيله. يلا هنا انا اكمل. انا يعطيني بس شوف انا بس يعني لازم احط شويه تتشي، لان حاسه في شيء فوق وفي شيء تحت. يلا ابراهيم. فانا خايفه على المواضيع زين انه يستوي فيها شيء. بس يعني حتى لو ما حطيت تتش يتاكل يعني. لا مو بشرط احط تتشي. انت فهمتني غلط. دائما تسيئون الظن فيني دائما كلكم يعني. لا هو شوف لان ايدي تاكلني. زين فانت كنت مسوينها شيء اللي تحت مستوي هي، وشيء اللي فوق ما يستوي. فالحين اخر شيء بشو بنسوي، بنحط العيش المودن عندنا. زين اوكي. وممكن يكون مطبوخ نص طبخه.
يعني لو كانت عندك عيش مثلا موجود في الثلاجة أو شيء تروم تسوي. هاي يبالها مهارة. روني مهارتك بسرعة. ما عندي مهارة في الطبخ. لا لازم تساويني. شو أسوي؟ عشان الوالدة تستانس. مهارة يلا مهارة. بنشوف لاعب الخفة ولا الشيف. يلا الشيف. لا 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 لا, لا. يلا وهكتيني. لا ما وهكتك. الله يسامحك. لا ما وهكتك. أنا ما تنفع هالشيء يعني نص قف شاي. هاي نص قف شو؟ يعني أجيب لك من لاس؟ هاي علزات؟ خلاص أوكي. أوكي خلاص. هي لازم نخلط كل المواد ويا بعض عشان تستوي بس روحة الريحة. الفيلة وايد حلوة لأن فيها وايد أشياء وكثرة الألوان فيها فبالعكس من الأطباق اللي لو شفتها غصبا عليك بتاكلها. والله؟ هي يعني من الأشياء اللي صدق بتجذبك لو ما تحب شيء بتاكله وبتحط الشيء الثاني على أيام. فتقريبا الحين هي أوكي. شو بنسوي الحين؟ بنحط اللي هي خلاصة السمك. خلاصة السمك. هاي عبارة عن قشريات من السمك الموجود اللي هي قشور الربيان، روس السمك مثلا اللي ما نستخدمها، خدناها وفورناها وبنستخدمها هنا. هاي هي فبتلاحظ انها فاتحة أكثر من اللي هي التشيكن ستوك أو شيء ثاني. قلتي خلاصة السمك. هي يعني نفورها. يعني مش خلاصة كلامها. لا لا خلاصتها بس ما أشوف في قطع. لا ان نصفيها. زين اوكي. اوكي واخر شيء نضيف شويه من الملح. هي اوريدي الستوك احنا مثل ما فهمناكم ان احنا ما نحط فيها ملح. فالملح تحطه على حسب الرغبه. اوكي؟ اوكي. انزين لما تنطبخ طبختي اباك تسوي لي شيء. اذا تحبين الفلوس؟ ما في انسان ما يحب الفلوس، انزين؟ بس انا خاطري شيء اسوي فجاه مليونيره. فلوس بنطلع فلوس بس انا بشيلهم. لا ما يستوي تعطيني نصها. لاني انا علمتك اليوم طبخه فشيء مقابل شيء. اعطيك 100 ربيه. انزين هذا اللي عندي. اوكي. انزين وعندي صندوق. اوكي. شفاف مثل ما الناس يشوفون. هي حط لي 100. انزين بس 100؟ بس 100. تعرفين كلمة سحرية شيء؟ منو؟ شوي هصل. أدرك كدابرة. أبرك كدابرة. فزت فزت فزت. كم 100؟ كم تبين؟ أنا أبغي ملايين. ملايين؟ هي. عقب البرنامج. عقب البرنامج؟ زين شو سويتهم لي طنبو 1000؟ عشان أكمل المليون. لا أحب الأمية لأنها لأني أهلا. لا ما أقول. أنت أهلاوي؟ ما أدري. كشفت عمرك. زين أوكي. أهلاوي أنا وصلاوية. اوكي تفضلي. انزين هو سواها بس طبختي للاسف ما استوت فيه ثاني. يا ريت اقدر اسوي فيه ثاني. تبي طبخه ثانيه؟ عقب شويه بتسوي لي طبخه فيه ثانيه؟ ايه. اوكي. تبين البرياني؟ من اكلاتي المفضله والمطبخ الهندي من اروع المطابخ اللي انا احبها. يلا جد. اوكي الحين احنا انا بلعب وياك الحين لعبه خفه حلوه. انزين. اوكي انا بعد لعبه خفه شاطره وماهره فالحين بخلي انا طبختي دقائق وبعدين برجع لكم بتشوفونها استوت. واو هاي انت اللي سويتها ولا هاي مالتي؟ انت صرتي بتها من هناك. الحين انت لازم تقول لي خبرتي يعني؟ يعني انت شي هاي طبختك واستوت ولا هاي طبختي اللي انا شو يعني؟ انت سويت طبختك بس انك ما تعرفين انا اعرف احسن عنك. ايه ف يعني عدت لك اياه وجبت حركه واحده. اوكي اذا شو رايك تشتغل وياي دوم عشان انا ما اتعب في الطبخ واسوي خصوصا يوم اسوي الغوزي. زين اوكي فانا أوكي. انت بتسموني شيف معين عذب؟ هي شيف معين لان وانت ساحره. انا الساحره؟ ليش انا الساحره وانت الله يخليك لا تجيب لي الكلام لا تجيب لي خلينا ندخل في موضوع الاكل احسن. فشو رايك نذوقها؟ اذا طلعت حلوه انا عندي ديل ويا ال... ويا ال... ويا الضيوف. اذا طلعت حلوه انا اللي سويتها. اذا طلع ناقصنها شيء انت اللي مسويها. حلوه انا قبل ما اذوقها. اوكي انا اللي مسوتنها صح؟ لا انا صح؟ انا كنت احط لك شيء اسوي. انت شيء كنت تحط؟
اوكي زين انت شو رايك تسوي لي صحنك اللي وعدتني فيه؟ زين اوكي اوكي انا بس باكل لي بس هاي السمكه عيبتني بعد؟ بخاطري خاطري زين اوكي زين يلا شو تسوي لي الصحن يابا؟ زين تعال ساعدني. لا ما بس مثل ما ساعدتك انا؟ لا انا ما ساعد انا بس اكل. زين اللي بتسوين انت بسوي ساعديني. اللي بتسوين انت تاخذين الكبريت؟ خلي لا كبريت 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 هالكبريت انا من وانا عمري 3 سنوات زين انا عندي اياه حتى لو تشوفي شخاط اوكي قول والله تاكد ان الغاز مو بشغال ليش قول يا اختي دبره شو بتقولين؟ انصرف ما اعرف شو يقول البرياني هذا البر هندي خلني اتاكد تفضلي والله وحار حار انت بتكمل الفيلة هذا طبخته وهذا بالسحر وهذا بالسحر جيبه تاكله لا ابوي بسم الله علي النع السحر خلونا على الفيلة لا 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 مستحيل طبعا انا وايد مستانسه بوجودك معي وياي استاذه شكرا ما قصرتي بعدين بكمل الاكل طبخه شو؟ بايلا البايلا زين وان شاء الله عسى ان شاء الله المره الجايه يعني واكله تكون خليجيه اماراتيه اساس انه اوكي شو بنسوي؟ ما ادري بس انت قول لي اللي في خاطرك وان شاء الله بسوي المره الجايه ان شاء الله شكرا ما قصرتي وانا وايد مستانسه وبالعكس يعني انا سعد سويت لنا حركه في المطبخ شكرا ما قصرتي وسويت لنا اكله وخلصت لي طبختي بسرعه واي وحده فيكم تبى تخلص اكلها بسرعه تجيب معي عشان في ثانيه طبخ استوي بعده موجود والباقي هم باكله اي عليك بالعافيه مشكوره ما قصرتي تسلم حياك الله يا مرحبا وسهلا حياك الله مشاهدينا انتهينا وياكم من طبقنا الثاني لليوم اللي هي البايلا من الحلقه الاقتصاديه وشاكره طبعا لوجود ضيفي لاعب الخفه الاماراتي معين البستكي وكنت سعيده طبعا في وجوده نظهر وياكم فاصل ونكمل وياكم باقي فقرات برنامجنا.